حقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم تأهلا تاريخيا على منتخب باراجواي في دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، وانتهت المباراة بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 ليواجه منتخب مصر فرنسا في نصف النهائي. فاز فريق الزمالك على الجونة بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكده بيرتفع رصيد الزمالك للنقطة 49 في المركز الخامس، وفي المقابل بيحتل الجونة المركز 13 برصيد 33 نقطة. ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الجونة واللي أقيمت في مسابقة الدوري المصري الممتاز. منتخب مصر للرجال كرة اليد فاز على المنتخب النرويجي وصيف بطل العالم بنتيجة 26-25 في رابع مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 واللي بتقام في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس. خسر منتخب مصر الكرة الطائرة أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 3-0 في ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024، وبكده منتخبنا بيودع البطولة. منتخب السلاح خسر من فرنسا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 وبيلعب في المركز من الخامس للثامن في دورة الألعاب الأولمبية. عزمي محلبة لاعب منتخب الرماية حقق 71 طبق من أصل 75 في تصفيات اليوم الأول بمنافسات السكيت بأولمبياد باريس 2024. شهدت الجولة الأولى تحقيق الرامي عزمي محلبة 25-24 والثانية 25-25 والثالثة 25-22، وبيتبقى الجولة الرابعة والخامسة لتحديد المتأهل النهائي. نور عباس لاعبة الرماية المصرية ودعت منافسات الرماية في أولمبياد باريس 2024 بعد ما احتلت المركز 38 من أصل 40 متسابقة في تصفيات رماية 25 ملي مسدس برصيد نقاط 568. مالك حمزة ودعت منافسات جمباز الترامبولين باحتلالها المركز 16 والأخير من مرحلة التصفيات الأولمبياد باريس 2024 في المحاولة الثانية بعد سقوطها مرتين وتعرضها للإصابة. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنرجع مرة تانية هنا في الاستوديو لهبة ومحمد عشان نكمل باقي فقرات. صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي هالة.